أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني استمرار الجهود الساعية لتحقيق النمو الاقتصادي الإيجابي من خلال إطلاق العديد من المبادرات المالية والاقتصادية وتسخير كافة الإمكانيات للتعامل مع مختلف التحديات الراهنة بما يعود بالخير والنماء على الوطن والمواطنين. وأوضحت الوزارة أن الحزمة المالية والاقتصادية التي تم إطلاقها لدعم المواطنين وإسناد القطاع الخاص جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 وما تبعها من مبادرات خلاقة أو تمديد لعدد من المبادرات أسهمت في دعم تنوع القاعدة الاقتصادية للمملكة بما يحافظ على النمو المستدام، كما أن قرارات الانفتاح التدريجي للأنشطة الاقتصادية بدءا من شهر مايو الماضي انعكست إيجابا على عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التي أظهرت تحسنا ملحوظا في الربع الثالث من العام 2020 مقارنة بالربع الثاني من نفس العام. ونوهت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أنها ماضية بثبات نحو تحقيق الأهداف المنشودة للمملكة وتطلعاتها التنموية من خلال حرصها الدائم على خلق المبادرات النوعية التي تصب في تحقيق هذه التطلعات وتعزيز الفرص أمام المواطنين، مؤكدة حرصها على تحقيق المبادرات التي تصب في دعم المواطنين والقطاع الخاص خصوصا في ظل هذه الظروف من أجل مواصلة تحقيق النمو الاقتصادي للمملكة.